المقصود بشدة التيار الكهربائي سليم؟ كمية الشحنة الكهربائية المال في مصر في زمن محدد أو معين. ممتاز. الآن ما هي الأداة التي ستستخدمينها الآن لقياس شدة التيار في دارة كهربائية؟ الأميتر. ممتاز. الكل مجموعة معها جهاز أميتر على الأقل. ممتاز. الآن ما هي الوحدة المستخدمة لقياس شدة التيار الكهربائي؟ الأمبير. رائع. الكولوم لكل ثانية أو الأمبير. الآن يا صبايا سنتعرف عمليا كيف أقيس شدة التيار في دارة كهربائية مكونة من ماذا؟ يلا يا فاطمة. مصباح كهربائي، مفتاح، بطارية. علي صوتك بعد إذنك أبو مرة عشان كل يسمعك. أميتر، أسلاك توصيل، مصباح كهربائي، مفتاح، بطارية. رائعة. سنقرأ شدة التيار باستخدام بطارية ومصباح وأسلاك ومفتاح. يمكن أن نستعيد عن المفتاح أو أن يعني نوصله أو ما نوصله، مش إشكالية. ممتاز. الآن من ترسم الدارة الكهربائية التي سنقرأ فيها شدة التيار؟ من ترسم الدارة الكهربائية؟ تفضلي يا فاطمة. الرجاء الجميع ينتبه على كيف سنركب الدارة الكهربائية. لا ارسم يا شو ارسم الدارة الكهربائية بالاشكال بالرموز اي دارة كهربائية. المهم اني نستطيع ان نستخدمها في قراءة في حساب شدة التيار. رائعة. سمي الاجزاء يا فاطمة لو سمحتي. الأميتر. حلو. الأميتر. ممتاز. كيف نرسم الأميتر في الدارة؟ رمزه لو بدنا نحط رمزه دائرة. شو رمزه؟ دائرة. طيب تاسع، نتذكر معا ما أخذناه في التكنولوجيا. الأميتر يوصل على التوالي ولا على التوازي؟ التوالي. على التوالي. طب تعالي يا لميس لو سمحتي. رائع جدا. بدي أتشكر فاطمة. لميس نقنع الطالبات انه هاي دارة التوالي. سريعا. البطارية، الجهاز الأميتر. علي صوتك لو سمحت. لأنها في مفتاح. طيب كل الدارات فيها مفتاح. طيب انتهت مثل البطارية ماشي، ليش مش توازي؟ كل حتى التوازي فيها بطارية. سلك مش مطلق. سلك سلكين ثلاث لأنه هو صعيد بس ولا بعض وفي مصباح واحد وطلع من البطارية قطب. لا أحب أن الدارة توالي أو توازي يا رينات بسير التيار. رائع. سير التيار. أشكرك. تعالي على السريع لو سمحتي. الآن إذا كان التيار أوضح بدي، إذا كان التيار سيخرج من القطب الموجب اثبتي لنا أنه هاي دارة توالي. أسرع الله يسعدك. هاي تيار امشي مع التيار. لما التيار يمشي هيك التيار إذا يعني التيار نفسه اللي بده يوصل لهذا المصباح بده يكمل هو. رائعة. يكمل رائعة. الآن تقصدين هيك ها؟ ممتاز. الآن التيار يا صبايا لا يتفرع وبالتالي التوصيل. أشكرك جدا يا رينات. توالي. هذا ما كنت بدك تقولي صح؟ ممتاز. الآن ها توصيل التوالي. الآن بدي أطلب من المجموعات بالتعاون رجاء نركب هذه الدارة بطارية واحدة تستعمل كل مجموعة. معاكم من الوقت 3 دقايق عشان تعطوني قراءة. وين؟ والأميتر. طيب صبركم. دائما تركيبة التوالي سهلة جدا جدا جدا. ما هي الأمور الواجب مراعاتها عندها؟ يطلع من الموجب بالضبط. انا ما بعرف اذا ما بعرف انا كم شدة التيار المتولد على البطارية يا روان. اختار التدريج الاعلى يعني الان القطب السائر هيك اسهل. نوصله مع القطب السالب للبطارية. وين القطب السالب للبطارية؟ ممتاز. هيك اعتبرك البطارية جدا سهلة. والقطب الموجب نوصله مع القطب الموجب. وين المصباح؟ ونوصل المصباح. اختراع
سهلة ولا صعبة؟ طالب تاسع يفترض انه شو يعمل يا سيرين؟ مجموعة خمسة معانا؟ جربي معي دقيقة الآن. شدة التيار كم بقرأها؟ ولو مؤشر انحرف بعد الصفر معناته أنا قرأت التدريج غلط الآن. لا كيف نقرأ الآن؟ أي تدريج على أي تدريج؟ إحنا بين السالب والخمسة، إذا إحنا بتدريج الخمسة من تحت. ممتاز، لو سمحتوا تعالوا هون عشان تشوفوا الآن. من صفر لواحد، من صفر لواحد هون كم شحطة عندي؟ إيش شحطات؟ عشرة؟ لا، من صفر لعند واحد هون عشر شحطات، معناته الشحطة بكم؟ بعشرة. عشر، عشر شحطات، عشر. الآن تدريج الصغير والكبير، الآن الآن كل تدريج بعشر، عشر، عشر، عشر. زي كم هون؟